بعد تصديق الكابينت على تفويض رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيليين باتخاذ ما يلزم للرد على الهجوم الذي تعرضت له قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، لم يعد التساؤل هو متى وأين ستضرب إسرائيل فحسب، وإنما أيضا متى وأين سيرد حزب الله. خلال الأسابيع الماضية كشفت مسيرات هدهد التجسسية التابعة لحزب الله عن امتلاك الأخير بنك أهداف إسرائيلية يشمل قواعد عسكرية وموانئ ومرافق حيوية. فبحسب ما كشفته المسيرة هدهد 3، فإن حزب الله بات يعلم وبدقة موقع قاعدة رومات ديفيد العسكرية على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع لبنان، والتي تحوي مقرات لعدة أسراب عسكرية فضلا عن منصات القبة الحديدية ومستودعات الذخيرة. ووفقا للقطات التي كشفتها المسيرة هدهد 2، فإن بنك أهداف حزب الله بشأن إسرائيل يحوي مواقع وإحداثيات 6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني في مزارع شبع المحتلة والجولان السوري المحتل، وتتموضع في هذه المحطات الوحدة 8200، وأيضا الوحدة 9900، ووحدة الحرب الإلكترونية وقوات تأمين الخط الحدودي فيما يعرف بعيون الدولة. كذلك كشفت لقطات المسيرة هدهد 2 عن موقع مقر القيادة الإقليمية باللواء 810 ومواقع عدد من بطاريات الصواريخ ضمن اللواء 769 ومنصات للقبة الحديدية. في لقطات المسيرة هدهد 1 تبين أيضا أن حزب الله يستطيع الوصول إلى مجمع الصناعات العسكرية لشركة رافائيل. أيضا بإمكان الحزب استهداف ميناء حيفا الذي يضم قاعدة عسكرية وميناء مدنيا ومطارا ومحطة كهرباء.